يحكى أن هناك مدينة طل عليها هلال العيد، وامتلأت طرقات هزينة، لبس الكل ثوب جديد. إلا أن هناك سؤال، ماذا يشغلها الأطفال؟ لما أخذوا الأغراض خلسة؟ كل كان يسأل نفسه. قبل وجبة العشاء صعدوا غصن البازلاء، وجدوا الغول هناك وحيد، ودعوه للقاء وكشفوا عن كرسي جديد، جلس عليه الغول سعيد، فالفرحة في يوم الغول.